السلام عليكم، وياكم الطالب علي ياسر عبد الرحيم، طالب مرحلة ثانية كلية الطب جامعة الكوفة. اليوم راح نشرح السيشن الثامن الليكتشر الأولى بعنوان فارماكوكاينتيك. احنا ماخذين بالسيشن السادس بالميتابوليزم، الدراج ميتابوليزم، وكذلك انه ماخذين بعض المصطلحات المتعلقة به، وايضا ماخذين ميتابوليزم مالته شلون يصير بالفيز 1 والفيز 2، بس راح نتعمق بها اكثر. مقدمة عن الموضوع، احنا عندنا الميتابوليزم مال او كاي دراج، ان يعني كميكانيكية ما تنقسم الى اثنين، عندي فارماكوكاينتيك وعندي فارماكودايناميك. الفارماكوكاينتيك انه الجسم شي يسوي بالدراج من امتصاص انتشار او يسوي لأيض او يتخلص من عنده، والدايناميك مالته انه الدواء شي يسوي للجسم من خلال الإفكت مالته، التحادي مع ريسبترات، علاج مرض معين، وإن شاء الله توضح خلال هذه المحاضرات. اليوم راح ناخذ بهاي المحاضرة اللي هي الفارماكوكاينتيك، اللي هي الجسم شي يسوي للدواء. تمام، الفارماكوكاينتيك اللي هي refer to the study of the administration distribution metabolism. قلنا انه الفارماكوكاينتيك انه هي تتعلق بانه الجسم شي يسوي للدواء، فالدواء ما راح يدخل جسمنا، فالجسم مالتنا شي يسوي الدواء، administration يعني شلون الطريقة راح يدخل بيها لها. تمام، distribution انتشاره خلال جسمنا، الميتابوليزم ايضا مالته تحويله لمركبات اخرى، كذلك الاكسكريشن او ما تسمى بالإليمينيشن خروجه خارج الجسم، وكل الهاي administration distribution metabolism راح ناخذها بالتفصيل بالاستعدادات القادمة. الكلينيكال فارماكوكاينتيك تعود الى تطبيق البرنسبل كونسبت اوف فارماكوكاينتيك تو جيت ذا سيف افكتيف ثيرابيوتيك مانجمنت. ها هنا انا بالكلينيكال استدردنا، احنا هندرس الفارماكوكاينتيك، لكن الفارماكوكاينتيك ممكن نطبقها بالجانب الكلينيكال، فمن هطبقها يفيدني انه ادير الدواء، يعني شلون كانما اعطي وصفه علاجيه طريقة آمنة، بالتالي ما تأذي الشخص، يعني حسب حسابات معينة راح أعرفها إنه هذا الشخص شتلامه مثلاً يا جرعة من الدواء هلقد، ومثلاً حسب الأمر، حسب الجنس، تمام، حسب الوزن هماته. من خلال دراستك فارماكوكاينتيك حتفيدني شلون أعطي وصفة علاجية زينة للمريض. الفارماكوكاينتيك فارماكيوتيكال بروسس يعني الطريقة اللي راح يدخل بيها الدواء للجسم عن طريق الادمنستريشن، اللي هي يقول لك فارماكوتيكال بروسس هي دراج فورميليشن، يعني سوليد، السوليد يعني شنو، عن طريق التابلت اللي هي الاقراص والحبوب يبلعها، الليكويد يعني الشراب. تمام، سايت اوف ادمنستريشن مكان مثلا قد يكون للمراهم او بخاخات، سايت اوف ادمنستريشن يعني مكان راح يدخل من الدواء للجسم. اي سايت اوف ادمنستريشن نقسم الى اثنين، لوكال روت وعندي سيستميك روت. تمام، اللوكال روت معناته انه الدواء راح يدخل جسمنا، اما عن طريق السكن قد يكون عن طريق الدهونات، او عن طريق الاستنشاق البخاخات. تمام، وعندي سيستميك روت اللي هي الانترال او البارنترال. الانترال عن يعني حيدخل عن طريق الريكتال، هي التحاميل، والبارنترال عن طريق الاوبر. تمام، هاي انترال روت اذا سمبل روت ان ويتش دراج ادمنستريت باي ماوث. العفو، انترال اللي الدواء، قل شويه خطأت يعني انترال روت الدواء يدخل جسمنا عن طريق الحلق، يعني شنو، عن طريق الاقراص والحبوب، فهاي الحبوب راح تدخل جسمنا عن طريق الاورال، هي التابلت تكون حبوب بيها خصائص وبيها عوائق، يعني خصائص وبيها كنا مثل الفتشي ما راح يفيدنا. شنو الخصائص مالتها؟ هي يعني هاي تكون آمنة، يعني مو ملوثة، لا آمنة تكون، كذلك تكون أقل ألما وما بيها انفكشن، يعني ما حتسبب لي عدوى، ما سوي التهاب معين. العوائق مالت الدروباك شنو هي؟ هاي الدواء التابلت مثلا انت بلعت حباية، هاي حباية وين راح تروح؟ تروح للبطن. زين، عندنا بطن شنو؟ عندنا اتسيل، يعني عندي بيئة حامضية، هاي الدواء راح تعرضها للبيئة الحامضية الاسيديك، والبيسك وين موجودة؟ بالديجينيوم. تمام، وايضا تعرض الفيرست باس ميتابوليزم
احنا ناخذها بعد شوي كفكره عنه انه يصير متابوليزم للدواء شويه من عنده بالليفر، وعندي كذلك ابسوربشن راح يصير للدواء وين بالجي اي سي خلال الاستومك وكذلك الامعاء. therefore drug get slowed to the site of the action. بالتالي انه حسب هاي العوائق انه الدواء راح يوصل ببطء او قد يكون تركيزه قليل للمكان اللي مسوي لي مرض، يعني مثلا هيدك حيوصل ببطء له، او ورم بالرجل هم حيوصل ببطء اذا اخذنا حباي. ليش؟ انه مثلا خلال اسيدك، عندي اسيدك زين، قد يكون مثلا يدخل الدواء هي مو قلنا بيئة حامضية داخل المعدة، البي اتش مالتها 1.5، مثلا اخذنا دواء نقول البي اتش مالته مثلا 3 تمام، فعندي نسبة معينة من هذا الادراج راح يمتص خلال المعدة تمام، بس احنا هاي خلال الحامضية راح تمتص بالتالي يدخل جسمنا. احنا ما استفادنا من عندنا انه بعد يمتص ما صار، يعني ما راح للمكان، هيقل وصول المكان نريد نروح له. والديجن يوم يكون بيسك، مثلا اذا نفترض انه البي اتش مال ديجن يوم 8 واخذنا، العفو البي اتش مال ديجن مثلا نفترضها 10 واخذنا دول بي اتش مالت مثلا 8.5، همات يعني راح يصير امتصاص له اوكي. بس احنا عندنا بس تقول مثلا اذا صار العكس، يعني مثلا اذا حطينا دواء قاعدي بي اتش مثلا مالت 8.5 بالمعدة، هذا راح يصير له اي، حيكون ايونايزد، بالتالي الدواء ما راح يمتص تمام، ما راح تمتص المعدة. كذلك حالة حال الديجينيوم الفيرست بس ميتابوليزم، وال هي هاي الابسوربشن شرحناها هسه ماته، والفيرست بس ميتابوليزم السلايدات القادمة حنشرحها ان شاء الله. هسه هاي اول دواء اخذناه عن طريق الماوث، قلنا بيها مضار وبيها مميزات، او بيها عوائق ومميزات اوكي ان شاء الله واضحة. الطريقة الثانية هي البار انترال روت، it's root which drug are administered directly into the systemic circulation. هنا هاي الطريقة البارنترال روت، انه الدواء راح يدخل مباشرة من سيستم سيركوليشن، يعني انا الغرض من عندي من الدواء اذا اريد احصل فائدة اكثر من عنده لازم ازيد وصوله للدم. ليش؟ انه من خلال الدم راح ينتقل للخلايا، زاد جسمنا بالتالي يفيدني بالعلاج اوكي. وكل يعني كل ما نستنتج منها انه كل ما قل وصول الدواء الى الدم بالتالي حيقل الافكت تأثير مالت العلاجي. فهو يدخل السيستمك سيركوليشن انا عن طريق الابر، ابر تحت الوريد، وكذلك يروح للسائل الموجود بالدماغ وغيرها من الجسم من الفيزل. هاي هم تبيها خصائص وبها عوائق حالة حالة ذيك الطريقة مع الانترال. خصائص مالتها انه تروح بسرعة تسوي الفارماكولوجيكال اكشن، يعني بسرعة تشتغل اوكي، يعني بسرعة تروح للمكان اللي مثلا نقول رجلنا توجعنا، واحد رجله توجع او واحد ايده مورمه وخذ حبايه معينه او مو حبايه، مثلا اخذنا ابره، طبعا لازم مثلا دو عدوز حط كل اداه امثل يعني بس حتى توضح لكم الفكره اوكي. ف او مثلا اي مرض معين اخر اعطيناه ابره حتى نزيد الافكت مالته، سرعه الافكت تكون سريعه. مرض معين طينا أبرة، فمن خلال هاي الأبرة بسرعة بدأ مية تحت الوريد، فقبل طب الدواء للدم، فمن طب قبل راح يوصل للمكان أريده يشتغل عليه، بالتالي راح يكون سرعة العلاج ما تي سريعة. هاي بايو أفيلابيليتي، شنو معناته هاي بايو أفيلابيليتي؟ هاي معناها إنه مثلا أعطيكم مثال، وأنتو يعني احطيكم مثال اقارن بين شغلتين، طريقة هاي الفوق اللي اخذناها عن طريق الهاي التابلت وايضا عن طريق الاوبر. بالتابلت مو قلنا انه الدواء راح يدخل المعدة ويصير له امتصاص، وبعدين من خلال المعدة راح يروح وين؟ للليفر، هي يصير بعملية الفيرست باس ميتابوليزم اللي هي شوية كمية قليلة منه حتتأيض زين. نقول هذا اخذ تابلت، نقول صار ده absorption بالمعدة، إيش قد تم امتصاصه الدواء بالمعدة؟ نسبة 30% أوكي. وبالليفر أيض إيش قد من عنده؟ فد 30%. طلع من الليفر، طلع من الليفر إيش قد؟
40% راح وين؟ للدم. شوف هاي طلع من الليفر 40%، هاي يسموها البايو افيلابيلتي، يعني قد النسبة المتاحة للدواء بالدم. اوكي، نسبة الدم، عفوا نسبة الدواء بالدم ايش قد. زين، هاي بالانترال تكون يعني قليلة، مو مثل عن طريق البارنترال. بارنترال ليش عالية؟ لانه انا قبل داخل الدم، اوكي، يعني ما يصير عندي فيرست باس ميتابوليزم، ابدا ما يصير عندي. هاي بعدين من يخلص تأثير الدواء كله، من يسوي تأثير العلاجي كله، لان يروح للكبد يصير له ميتابوليزم، بالتالي يصير له بعدين إليمينيشن يطلع خارج جسمنا. اوكي، ان شاء الله وضحت الفكرة. العواقب مالته انه ريسك اوف انفكشن، ليش قد يكون هذا المكان ضربت من الابرة؟ ما معقم بطريقة صحيحة، تكون الابرة عامه مو معقمة، ملوثة، وتحتاج انه مثلا مو واحد يضرب ابرة، لا قد يكون مثلا اذا اي واحد ضربه احتمال اروح العصب يشل ايدك، او حسب المكان يضرب بيه الابرة، يعني تحتاج واحد متمرس. وانجريز ريسك اوف توكسيكسيتي اوف ذا توكسيك، شنو معناته؟ معناته احنا مثلا نقارن، عندي دواء، واحد اخذ الدواء عن طريقه بالحبوب، جد عندي نفس الدواء بس وين، يعني واحد ياخذ عن طريق الابرة والثاني جبته عن طريق الحباية. الحباية قرأت الكمية مالتها 3 ملغرام، 3 ملغرام هاي كمية آمنة، يعني ما راح تسوي لك، ما تسوي لك سموم، ما تكون لك سموم داخل جسمك، ما تسوي لك سايد افكت، او اي دواء يسوي سايد افكت، بس لكن هذا 3 ملغرام راح تاخذ عن طريق الحباية، ما راح تضرك، لا راح تفيدك. زين، انت جبت نفس اسم الدواء، نفسه بالضبط، بس شنو جبت؟ يعني شلون صاير بزجاجة صغيرة، بس شنو ما قدرت بالعلاء، لازم ضربه عن طريق ابرة، بس الكمية الموجودة بالابرة شقد؟ 40 ملغرام. اوكي، يعني وين ما بالحباية 3 ملغرام وآمنة وما سولك شي، وين ما 40 ملغرام. بالتالي 40 ملغرام اذا كلها اخذت حالتها بالابرة واذا اخذت جسمك، يعني راح كلش يعني حسب لك ضرر كلش كبير. ليش؟ انه انت ضاعفت، ضيت مضاعفات الدواء، اضعاف 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 3 ملغرام عن طريق الحباية، كانت انا كلش ما اسوي لي. اوكي، فهيج معنى قصده بالاثار السموم مالته. هسه عندي طريقتين باخذ الدواء، اما تكون عن طريق الانترال اللي هي عن طريق الحلق اللي هي الحبوب، او البارنترال عن طريق الابر. هناك كانت مو مباشرة تدخل الدم، هنا لا مباشرة تدخل الدم، هنا تكون طريقة آمنة وأقل ألما وما بيها إنفكشن، هنا الخصائص مالتها بسرعة تدخل الدم، النسبة المتاحة للدم تكون عالية، هناك النسبة المتاحة للدم تكون قليلة، ما يصير بيها فارس بيتابوليزم إفكت، بقلنا بعدين من اللي خلص التأثير ما تكون لنا يصير بي، والجي آي تي إفكت ما يصير يعني أبسوربشن بالجي آي تي، ليش؟ إنه قبل دخل الدم. العواقب مالته إنه حكينا إنه يحظ بالأسيديك والبيسك بالستومك دوجينيوم، وهذا بس فيرست باس ميتابوليزم، وايضا يصير له ابسوربشن بالجي اي تي، وكميه الواصله للدم تكون قليله، اللي هاي الاخير نقطه. هنا الدراو باك شنو يصير؟ رسم انفكشن عادي، تحتاج واحد متمرس حتى يضرب الابره، وايضا زياده الخطر مال السميه. هسه عندي الفارماكوكاينتيك تتلخص بهاي 4 اختصارات، هي الاي دي ام اي، تحفظها ادمي. اول شيء ادمنستريشن، ثاني واحدة ديستريبيوشن، ثالث واحدة ميتابوليزم، آخر واحدة إليمينيشن. دراج إدمنستريشن تأخذ الدواء، الأبسوربشن امتصاص، حيصير له أبسوربشن، هي أول واحدة بالكلمة. أوكي، هاي أبسوربشن راجع على هاي، الديستريبيوشن راجع على الدي، الليفر ميتابوليزم راجع على الأم. أوكي، وآخر واحدة الرينال إكسكريشن راجع على الإي. تمام، هسه هاي البقية موجودة بالمخطوطة هنا، أنا إن شاء الله نفتحها بقية الاستعدادات، شنو باوند شنو ان باوند، إن شاء الله نفتحها. عندي absorption أول شيء بالمخطوطة، absorption أول نقطة بالفارماكوكاينتيك اللي هي absorption. The different components are considered after oral drug administration. This include absorption rate, bioavailability, first pass metabolism. يقول لك عديد من المكونات لازم نأخذها بعين الاعتبار بعد ما يتم ادخال الدواء جسمنا عن طريق الحبوب. من هي؟
absorption rate معدل امتصاص الدواء، البايوضبط ايش قد النسبة المتاحة للدم، وايش قد النسبة حتصير بالميتابوليزم. طبعا absorption rate، اذا absorption rate عالية حتكون مثلا 30% بتصير absorption، كذلك 30% ميتابوليزم، في البايو افيلبلت ايش قد 40%، يعني كمية قليلة تكون داخل الدم، بالتالي يعني حتروح من خلال الدم عن طريق تروح وين للسايت الصاير ب مرض معين. محددات الابسوربشن شنو هي؟ السوليوبيليتي، الذوبانيه. شنو معنات الذوبانيه؟ الذوبانيه يعني مثلا اخذت دواء معين راح وين عندي البي اتش مال معده 1.5، هو قد البي اتش مالته نقول 2.5، اوكي، فهذا الدواء ايش قد ذاب من عنده بالمعده، قد امتص، قد نسبه هوايه حيمتص بالمعده، اوكي. يعني خلوا ببالكم اذا احنا دواء حامضي حطيناه بيه حامضيه راح يمتص، اوكي زين، بس تقولوا لي هو الدواء شلون يمتص؟ يدخل عن طريق قناه او يدخل قبل عن طريق الغشاء؟ شنو هو؟ هيدروفوبيك، هيدروفيليك؟ انا اقول لكم شنو الدواء، هو صنعوه هيدروفوبك، يعني شنو؟ يعني هو عبارة عن جزيئة ليبيد سوليوبل، اوكي؟ فاحنا مين نقول قبل راح يصير امتصاص؟ يعني من اخلي بيئة تكون ملائمة له، يعني مثلا دواء حامضة حطيناه بيئة حامضة، دواء قاعدي حطيناه بيئة قاعدية، الدواء راح يبقى حالة الليبيد سوليوبل، يعني يبقى جزيئة ليبيد، يعني يبقى هيدروفوبك، بالتالي يمتص عن طريق يعني هذا طريق الغشاء مال الخلايا المعدة، يطب ذي الخلايا ومن هناك راح يروح إلى مصير آخر، تمام. concentration gradient طبعا أنه نعرف أنه concentration gradient تركيز الدواء داخل جسمنا هو أيضا راح يلعب دور في الامتصاص، أوكي. surface area and vascularity، large surface area and vascularity better absorption، يعني إذا إحنا عندي surface area هواية، يعني شو معناه؟ ناخذ مثال على الجلد، اوكي. اذا واحد اعتقد بنات اكثر شيء يهتمون بدني السالفه مال ايده مشي يسموها، ايده شوي بها مثلا تحس يعني مو ناعمه، اوكي، مو رطبه كلش، فيحطون مرهم الدواء يعني هيك مثل الدهن على ايده كلها، فشنو معنى احنا يعني زيدنا المساحه اللي يرتبط بها الدواء بالجسم، بالتالي وايضا انا عندي اوعيه دمويه بالايد، فمن خلالها حطيني بتر ابسوربشن، يمتص امتصاص عالي للدواء، فبالتالي يصير عندي يعني الافكت مال العلاج حيكون واضح زين. فاسكولاريتي مثلا يعني واحد رابط ايده ومن الذراع من الارم رابطها زين، من ربطها شنو؟ بعد ماكو دم واصل للفور ارم والهاند، يعني بعد ماكو فايدة احط دين على ايدي، ليش؟ ما يصير امتصاص انه ماكو دم واصل، فهاي قصدي، يعني اذا عندك دم اذا بزيادة السيرفيس اريا وبزيادة الفاسكولاريتي، يعني مكان بيدمه هواي وبي سيرفيس اريا هواي، حيكون ابسوربشن للدراج عالي، اوكي؟ البايو افيلابيليتي قبل شوي حكيناها، يقول لك هو كمية الدم العفو كمية الدواء راح توصل توصل للدم، هي البايو افيلابيليتي اختصارها حرف اف، اوكي. نعطيها رينج من 0 إلى 100% بايوليتي. شو قانونها؟ هي كمية الدم الذي يوصل كمية الدواء اللي يوصل للدم على كمية الدواء تم أخذه، أوكي؟ يعني بايولوجي يسوينا quantity of drug reaching systemic circulation على quantity of drug administered، تمام إن شاء الله. نلاحظ إن أكو علاقة طردية بين بايولوجي وهاي، إذا كلما زادت كمية الدم الواصلة كلما يزيد كمية الدواء الواصلة للدم كلما زادت البايو افيلابيليتي، اوكي. تتاثر هاي شلون؟ عن طريق طريقه الادمنستريشن، the chemical form of the drug and patient specific factors such as GI and hepatic transporter and enzyme. تتاثر اول شيء طريقه الادمنستريشن، قلنا انه عن طريق الحلق،
البياض تكون قليلة مو مثل ما تعطيها الطريقة الأخرى، أوكي؟ كذلك التركيب الكيميائي للدم، التركيب الكيميائي للدواء، أوكي؟ حيأثر لك البايوفلابتي، وأيضا عندي عوامل أخرى مثلا جي آي تي، يعني تكون أبسوربشن عالية للدواء، بالتالي حتكون كمية متاحة للدم قليلة. الهيباتيك ترانسبورتر انزيم، يعني شو هيباتيك ترانسبورتر؟ يعني قصده بالميتابوليزم راح يصير بالليفر، فبالتالي اذا صار عندنا ميتابوليزم عالي بالليفر يكون كمية متاحة للدم قليلة. الانزيمات، هذه الانزيمات راح تاخذ الدواء راح يصير تفاعل معين، فبالتالي حيقل كمية الدواء الواصلة للدم، اوكي؟ فالكيميكال فورم اوف دراج يعني قصده انه يعني يوصل مثلا اذا كان حامضي او قاعدي هذا، فبالتالي بحصل بياق على الحامضية مع المعدة حصل الابسوربشن او بيصير الابسوربشن، اوكي؟ نقول لك الانترافينوس يعني عن الابر تحت الوريد نسبة البايو افليبولتي مالته 100%. شوفوا ايد انترافينوس داز هاف 100% بايو افيلابيلتي، اوكي؟ يعني 100% تكون متاحه للدم. الابسوربشن فيرست باس افكت، شنو سالفه الفيرست باس افكت؟ يقول لك الاورال دراج الحبوب يتم اخذها تاثر عن طريق فيرست باس افكت. بعض الادويه تدخل لك البورتر سيركيوليشن، يعني هاي الاوعيه الدمويه تربط لك عن المعده وي الليفر، فبالتالي تروح لك للليفر. من تروح للليفر شبيها حصير بيها ربد ميتابوليزم، مثل ننطق أمثلة عنده مثل ليدوكاين، البروبانول، الأوبيات غريسيرال، ترينتريت. يقول لك هذا الدواء أخذته عن طريق الموف، حسب الرسم هذا راح للمعدة عبر الأمعاء عن طريق البورتر سيركوليشن، وين راح للليفر، تمام؟ صار له فيرست باس ميتابوليزم من خلال الليفر، يعني نخلص الميتابوليزم ونروح راح للسيستميك سيركوليشن، بالتالي يعني نسبة البايو افيلابيلتي مالته عن طريق الاورال تكون اقل من البايو افيلابيلتي اذا تم اخذه عن طريق الابر، تمام؟ امثلة عن الدواء اللي يصير بها، نعطيك امثلة عن ادوية يصير بها فيرست باس افكت، من هي الليدوكاين، البروبانولول، والأوبيات غليسرايل، ترينتريت، تمام؟ إن شاء الله واضح. خلصنا أول فقرة بالفارماكوكاينتيك، أوكي؟ نجي ثاني فقرة بالفارماكوكاينتيك اللي هي الديستريبيوشن، الانتشار بعد ما صار الامتصاص، الانتشار وين؟ عن طريق الدم، أوكي؟ It is defined as distribution of the drug molecule from distant circulation into the organ and tissue. The three factor affect distribution: organ blood flow, plasma protein binding, molecular size. يقول لك هذا يعرف انتشار الدواء، جزيئات الدواء من الدورة الدموية المن إلى الأعضاء والأنسجة. يعني شقد حصير distribution، شقد يصير إذا كان كل ما كان distribution عالي كل ما كانت كمية الواصلة من الدواء إلى المكان المتضرر يحتاج لدواء معين حتى يعالجه تكون عالية. هذا distribution يتأثر بثلاث عوامل: الأورجن بلود فلو، يعني كلما كان الدم الواصل للعضو عالي كلما كان نسبة الدواء الواصل للعضو عالية. البلازما بروتين بايندينج والمولكيولار سايز، عندي بالبلازما بروتينات معينة، أشهر بروتين أو أهم بروتين يرتبط بالدواء من هو الألبيومين، تمام؟ متفقين إن شاء الله. الألبيومين احنا عندي إنه يعني ايه الدواء راح يرتبط بالالبيومين نسبة، مثلا نعطي نسبة نقول 95% من الدواء يرتبط بالالبيومين الالبومين، اوكي، و 5% بقلفري. زين تقول منو راح يفيدنا 95% مرتبط بالالبومين لو 5%؟ ها، النسبة المتاحة للفري، نسبة الدواء الما مرتبطة بالبروتين هي النشطة، هي راح تسوي لي الشغل. زين تقولون هذا الالبومين ليش، يعني ليش ارتبط بالدواء ما صار فري؟ انا اقول لكم ليش، هذا الالبومين يشتغل مخزن للدواء، يعني مثلا تخلص هاي 5% للفري يجي له 5% من الالبومين يطهي، اوكي؟ زين هسه تقولون ليش ما صار الدواء 100% متاح؟
إذا صار الدواء 100% متاح يسبب لك كارثة للجسم، يعني يسبب لك توكسيك، يكون توكسيك للجسم إذا كله متاح. فهذا الألبومين يكون مخزن إله، أوكي؟ كل ما من يخلص الفري، من تخلص الكمية الفري مالته ما مرتبطة بالألبومين، هذا الألبومين مثلا خلص 5% المتاحة ما مرتبطة به يعطي 5% الثانية، وكذلك هيك تستمر. المولكيولار سايز، عندي المولكيولار سايز انه الكمية من الدواء، مثلا نعطي مثال على المرأة الحامل، المولكيولار سايز مال الدواء لازم يكون أكثر من 1000. ليش أكثر من 1000؟ إذا هذا المولكيولار سايز كان أكثر من 1000، بالتالي الدواء ما راح يعبر البلاسنتا، ما راح يعبر المشين، بالتالي الدواء ما راح يروح للطفل. احيانا انه بعض الشركات الادويه انه تكون دواء معين انه ما تريد يروح للطفل، يعني ما تريد عبر البلاسنتا، ما تريد يسوي افكت على الطفل حتى ما يأذي، اوكي؟ هذا قصده بالمولكيولار سايز. فوليوم اوف ديستريبيوشن، حجم الانتشار، هو حجم الحجم السائل المطلوب حتى يحتوي على الكميه الكليه من الجزيئات الدواء الممتص، تمام؟ السي هو تركيز الدم، عفوا تركيز الدواء بالبلازما بعد وقت معين. شنو هو الفوليوم ديستريبيوشن؟ هسه اقول لكم شنو هو الفوليوم ديستريبيوشن. هو حجم السائل، فوليوم اوف فلويد، اللازم وجوده او المطلوب المن حتى يحتوي على الكميه الكليه من الدم الذي تم الممتص بالجسم، اوكي؟ قانونه هذا وياه VD هي volume of distribution، الدوز يعني الجرعة مال الدواء على ال concentration of the drug and the plasma. زيرو هاي ترمز انه بوقت معين اتخذته. هذا بشنو يفيدني؟ هذا يفيدني حتى اعرف ايش قد نسبة الدواء موجودة بجسمي، اوكي؟ وحدة قياسة باللتر، تمام؟ VDID قبل هاي باعولي احكي شوية كلينيكال عنه، حتى انه يعني كمعلومات اكثر حتى نقدر نضبط الموضوع اكثر. كلينيكال شنو سالفته؟ هذا من خلال معرفة الفوليوم ديستريبيوشن، هذا القانون يفيدني معرفة واشا بالكلينيكال، اوكي؟ احنا نعرف انه عندي نوعين من السوائل جسمي، هي انترا سيلولار واكسترا سيلولار. انترا سيلولار شقد كم لتر بيها؟ 29 لتر، يعني سوائل داخل الخلية اذا جمعناها كلها ما جسم قد بيها 29 لتر. السوائل خارج الخلية تقسم الى قسمين، للبلازما عندي 3 لتر، وكذلك وين عندي بعد، ها، السوائل انترستيشيال بين الخلايا 9 لتر. إذا نجمعهن كلهن 28، العفو 29 مال الانتراسيلولار و3 مال البلازما، كذلك 9 مال الانترستيشيال، يصير 41 لتر موجودة بجسمي. زين، هذا بمن يفيدني؟ إذا مثلا حسبنا، نقول إجي مريض معين أخذ شقد الدوز 500 ملغرام، اوكي؟ حسبنا تركيزه بالدم وقت معين، مثلا نقول بعد مرور 10 دقائق ايش قد صار تركيزه بالدم؟ 5، اوكي؟ عاد اعرف الفوليوم ديستريبيوشن، اقسم يطلع على 100 لتر. زين، هذا ال 100 لتر شنو سالفته؟ 100 لتر معناته اولا احنا قلنا انه سوائل جسمي كلها 41 لتر، اوكي؟ المية لتر شنو معناها؟ انت الدواء موجود بالبلازما مالتك، والدواء موجود بالانترستيشيال سوائل بين الخلية، والدواء موجود بكل خلايا جسمنا، اوكي؟ يعني ماكو، يعني جسمك هو 41 لتر، صحيح؟ يعني خو اذا الدواء منتشر بجسمك 100 لتر، خو مو جسمك يزيد السوائل بجسمه، لا، الدواء اذا كان حجم انتشاره 100 لتر معناته الدواء موجود كل اجزاء جسمنا، حتى بهذا السائل اللي يحيط بالدماغ خماته موجود بيه الدواء، اوكي؟ حسبته طلع لك نقول 500
250 طبعا كلها أرقام افتراضية بحتى أوضح لكم الموضوع 500 250 صار تركيزه بالدم قد عند 2 لتر. من خلال نستنتج انه الدواء وين موجود؟ بس بالبلازما، ما راح للاعضاء، اوكي؟ فمن ما عرفت انه نسبة السوائل بجسمي راح اعرف كذلك معرفة نسبة السوائل بجسمي يفيدني معرفة الفوليوم ديستريبيوشن، يعني شلون اكثر يعني اعرف وين المكان الموجود بيه الدواء. وفي بي تطبيقات الكلينيكال هواي، يعني خاصة غسيل الكلى مثلا، يجيك هو ما اخذ له شريط حبوب وكليته منتهيه، لازم يسوي له غسيل كلى، حسوي حساء انتخاب، يقول له تسلم يا بتو قد ما اخذ، يقول لك ما ندري والله بس هذا الشريط بس، تبين يقول لك شريط ما تعرف ايش قد ما اخذ، يعني بس اعطوك اسم الدواء حتى زين اذا عرفت اسمه ماته زين اذا اعطوك اياه. فانت اسمه انت تحسب تركيزه بالدم هي هذا، وعندك فوليوم ديستريبيوشن عند يعني يكون مثلا كنت مع ادويه معينه تعرف ايش قد فوليوم ديستريبيوشن، قد عندك كونسنتريشن عند جرعات معينه راح تعرف ايش قد كم حبايه ماخذ. فبالتالي مثلا نقول طلع لك 100 لتر ماخذ، اوكي 100 لتر ماخذ، نعطي مثال انه 100 لتر كون دي امثله يعني، اوكي حتى يصير موضوع واضح. نقول اخذ 100 يعني حسيت طلعت 100 لتر زين، نقول هسه هنا يفيدني غسيل الكلى لا لا، غسيل الكلى ما راح يفيدك. ليش؟ انه اذا حسبناها حسابات انه عندي انا يعني 3 لتر بالبلازما، سواء بالبلازما كذا كل 3 لتر، اوكي هاي 3 لتر انت من حسبناها نقول مثلا طلع لك ايش قد، طلع لك 5 ملي غرام حسب الكونستريشن مال الدراج، 5 ملي غرام باللتر حسبناه، 5 ملي غرام باللتر زين، اريد اعرف بالبلازما كم لتر موجود، اضرب ال 5 في 3 يطلع 15 لتر من ال 100 لتر ما موجود بالبلازما زين. هاي يفيدك يعني سوي غسيل كلى للدم، هو شنو جهاز معين هذا الدم اللي يصفيه من الدواء هذا الزايد زين. انت 15 لتر طلعته، 85 ما صار شيء يعني، يعني الكميه الباقيه هواي بجسمنا، معناته عندي 15 لتر بس بالبلازما، 85 منتشر بين انترستيشيال فلويد وبين الخلايا وداخل الخلايا همات موجوده، اوكي. هنا يقول لك انه اذا حقنت ابره نفس يعني اذا ترجع حجيته كله حجيته هنا، بس هنا انا شوي مو ما سحب دم او حقن الابره، يقول لك انها حق تحقن 100 ملي غرام باللتر وين يعني بالبلازما، تلقاها 10 لتر بلازما كذلك وين انترستيشيال، 100 لتر بلازما انترستيشيال انتراسيلولار. هنا واحدة ترمين تسحبها من ال من شو اسمه، تسحب مين من البلازما 10 لتر بلازما وكذلك انترستيشيال، وهنا 100 لتر بلازما انترستيشيال كذلك انتراسيلولار. What would see if the إذا الفوليوم ديستريبيوشن هاي أو لو، شنو راح يفيدني من خلال الفوليوم ديستريبيوشن؟ وين الفوليوم ديستريبيوشن قليل هذا معناته انه انا عندي نسبة الدواء المرتبطة بالبلازما بروتين عالية، تمام؟ شنو معناته؟ قبل شوي ايش قلنا؟ وقلنا حسب تركيز اللتر، اذا عرفنا فوليوم ديستريبيوشن طالع مثلا ها مثلا حسبنا فوليوم ديستريبيوشن مثلا نقول اخذت حباية 10 ملي غرام، هي 10 ملي غرام تركيز ايش قد؟ حسب تورا 10 دقائق 5، فالفوليوم ديستريبيوشن ايش قد يساوي لي؟ حيساوي لك 2، اوكي 2 لتر، يعني وين موجود الدواء مالتي؟ بس بالبلازما، اوكي. فشنو عندي فوليوم ديستريبيوشن قليل 2، معناته انه البلود وين مرتبط وين موجود؟ هاي ذات هاي اوف ذا دراج از باوند وين؟ بالبلازما بروتين، يعني الدواء كله مرتبط وين؟ بالبروتينات بالبلازما، يعني وين موجود؟ بالبلازما. زين اذا حسبت لك الفوليوم ديستريبيوشن نفس المثال هذا 500 على 5 على 100 لتر، اذا عالي هذا معناته انه كم الدراج اكثر الدراج وين مرتكز؟ بالتشيو، وين بالتشيو؟ بالانتراسيل بالسوائل داخل الخليه، اوكي ان شاء الله واضح انه
وكله وضحت لكم قبل شوي، واعتقد هو سهل ترى ما بي شيء. اوكي انتوا بس شوي صفنوا له، بعد كله يتوضح لكم ان شاء الله كل شيء واضح. يقول لك الفوليوم ديستريبيوشن هو مهم سر كلينيكال لحسابات اللودينج دوز. اللودينج دوز ان شاء الله بالسلايدات الاخيره راح ناخذها. بس اذا كان قليل الفي دي، اذا الفوليوم ديستريبيوشن قليل معناته نسبه الدم وين نسبه الدواء وين موجود كلها باللازمه. اذا عاليه اكثر الدواء وين موجود بالخلايا. فوليوم اوف ديستريبيوشن وحده قياسه لتر اور لتر بير كيلوغرام. تمام نطم. يقول لك افترض انه شخص وزنه 70 كيلوغرام، على سبيل المثال انه حسبت الفوليوم ديستريبيوشن مالتي، الفوليوم ديستريبيوشن كده 10 لتر، فهاي 10 لتر لتر كيلوغرام ايش قد طلع لك؟ then VD unit if the VD unit 10 لتر سوالك، then the VD unit in the letter. ها شوفوا ايش قال لك. حلو هذا السؤال. ها قال لك انه الفوليوم ديستريبيوشن اما تحسبه باللتر او لتر لكل كيلوغرام. اوكي اوكي اذا حسبت انت حسابات معين طلع لك الفي دي ايش قد 10 لتر، وزن الشخص ايش قد 70 كيلوغرام. اوكي فالفي دي يونت اذا حسبتها باللتر 10 لتر، اذا تريد باللتر على الكيلوغرام يعني عندك بكل لتر بجسمك يعني لتر كيلوغرام قد بقياسه 0.41 لتر. اوكي شلون تحسب هاي؟ هي الفي دي 10 قسمها على 70 وطلع لك هذا الرقم. اوكي اوكي the all kilogram unit should be taken into account in the case of the some clinical setting like children and patients who are certain such as obesity and cancer. قل لك هاي يعني ذات لازم تحسب انه ال volume distribution بوحدات اللتر على الكيلوغرام، انه في تطبيقات كلينيكال معينه خاصه بالاطفال وبالاشخاص المصابين بامراض معينه مثل السمنه والكانسر. ليش؟ وبسمنه كانسر انه هذا يكون volume distribution يكون مختلف، بالتالي راح ياثر على الجرعه مال الدواء الواص، راح توصل للفارماكولوجيكال يعني حتوصل للمكان ما حتى تسوي الاكشن مالته. اوكي اوكي زين شنو يعني شنو معناه انه اقول لك 0.42 لتر بالكيلوغرام؟ معناته انه كل كيلوغرام جسمي عندي 0.41 لتر من الدواء، او 142 لتر ملي لتر، 142 ملي لتر من الدواء. بس اذا هيك لازم تحسب بالملي غرام، بس هو شنو هنا حسب اللتر كيلوغرام، يعني كل كيلوغرام جسمك عندك 0.42 لتر من الدواء. قلنا هذا يفيدني اذا حسبت اللتر على الكيلوغرام، يفيدك بامراض بالكلينيكال بالاطفال، كذلك الاشخاص اللي عندهم امراض السمنه والكانسر. ليش؟ انه هاي الفوليوم ديستريبيوشن فيها يتغير، بالتالي حيأثر لك على نسبة الدواء الواصلة للسايت اوف ذا الاكشن. ناخذ ثالث فارم ثالث قسم بالفارماكوكينيتيك اللي هو الميتابوليزم. الميتابوليزم هو تحويل الدواء. غرض الميتابوليزم احنا مو قلنا انه الدواء اصلا ليبيد سوليبل، يعني قبل عن طريق الغشاء يمتص من الميتابوليزم. يعني مثلا نقول لا خلاص راح مثلا اخذت ابره راح للسيركوليشن وين حيروح؟ للدم، وراها سوى الافكت مالته، بعدين يريد يطلع خارج جسمك، وين حيروح؟ يروح للميتابوليزم. للميتابوليزم او قد يكون هذا يصير ب فيرست باست ميتابوليزم، هو ما يصير له هيك، يتحول من ووتر من شو اسمه من ليبيد سوليبل يا جزيئه ووتر سوليبل حق يتم فرزه خارج الجسم. شنو يعني الليبيد؟ قلنا الليبيد هو هيدروفوبيك، يعني يعبر عن طريق قبل عن طريق غشاء الخلايا. ووتر سوليبل مثلا انت تجيب الدواء مثلا دواء قاعدي، وين حطيته؟ حطيته بالمعده اذا حامض كلش حامضيه، فبالتالي ما
من يقول لك ووتر سوليبل، يعني قبل حط بالك انه هذا الدواء صار شنو ايونايز، يعني صار هيدروفيلك، يعني بعد ما يقدر يعبر عن طريق الاغشاء، لا قبل بعد يطلع خارج جسمنا عن طريق اليورين او عن طريق الاستول. This component اللي هي الميتابولايت بعد ما صارت الواتر سوليبل كومبوننت شبيها عندها تأثيرات علاجية قليلة أو ما تأثرات أصلا، يعني هي ما حصل مو من تصير واتر سوليبل، أما تفيدك بالعلاج أو تفيدك بصورة تفيدني بصورة قليلة وما تفيدك أصلا تطلع خارج جسمنا. عندي ميتابولايت أخرى من الناتجة من الميتابوليزم مال أدوية معينة عندها تأثيرات علاجية، مثل يادوة مثل الدايازبام يسوي لك السيداتيف يعني والهايبوتونيك افكت وذ لونج ديوريشن اوف ذا اكشن. اوكي السيداتيف يعني مثلا مهدئ، اوكي مسكن مهدئ يهدئك يعني يسكن الالم مالتي سيداتيف، والهايبوتونيك افكت اخذنا بالسيشن الثاني باللكتشر الاولى مال الديفيوجن، وذني اخذنا خارج شمال هايبرتونيك تونيك والهايبوتونيك. هايبوتونيك ما تكون نسبة الصوديوم والبوتاسيوم وغيره من الايونات خارج الخلية تكون قليلة، فهي يسبب لك الهايبوتونيك افكت، والديوريشن مال هذا الدواء تكون طويلة، وال اوكي مال الاكشن مال الديوريشن مال الاكشن مال الدواء تكون عالية طويلة. البرود راج ار كومبوند ذات انكتيف انتل ذي ار اكسبوكس تو ذا ميتابوليك اكتيفيشن. شوف احنا انا عندي اربع طرق شكل الدواء داخل جسمي، اما يدخل الدواء انكتيف يكون غير نشط وداخل جسمي يكون نشط، اوكي، او يدخل نشط وداخل جسمي يكون غير نشط، او يدخل نشط ويبقى نشط، او يدخل نشط ويصير توكسيك. اوكي اوكي ان شاء الله. فالبرود راج يقول لك هاي مركبات، هي برود راج يعني هو عباره عن براج، يقول لي يبقى ان اكتيف لحد ما يتعرض عمل يعني بالميتابوليزم يصير بي اكتيفيشن، بالتالي يصير اكتيف. اوكي اوكي ان شاء الله واضح. الكاينتيك اوف الميتابوليزم حركيه الميتابوليزم شنو سالفته؟ عندي قسمين first order kinetic وعندي zero order kinetic. ال first order kinetic يقولك الميتابوليزم مال أكثر الأدوية is catalyzed، يعني تسرع تحفز عن طريق إنزيمات تخضع لمعادلة ميكيلس مينتين كاينتيك. هذا اسم مغرب عليكم، أوكي يعني مر عليكم وين؟ بالMGD بالسيشن الثالث ليكتشر الخامس، من اخذنا انه شلون نقيس نشاط الانزيم، اخذنا نوع من الانزيمات، نوع انزيمات تخضع لمعادلة ميكيلس مينتين كانت بيها خصائص معينة مرة اتطرق لها، وانزيمات اخرى تخضع لمعادلة لاين فيفر وما بيها معادلة اخرى ما اتطرق لها هسه، بس اذكركم بيها ميكيلس مينتين هاي معادلة مالتي ريت اوف ذا ميتابوليزم اللي ميتابوليزم ميديكيشن تحفز عن طريق الانزيمات تخضع تخضع لقاعدة او علاقة ميكيلس مينتين. شنو القانون مالتي ريت اوف ذا ميتابوليزم اللي هي الفي اختصارا يساوي او بالفي نوت، شنو هناك نسمي في نوت، ريت اوف ذا ميتابوليزم في بين قوسين في يساوي في ماكس في كونستريشن مال دراج على الكي ام زائد كونستريشن مال دراج. الكي ام هو ثابت ميكيلس، هو تركيز او بعض الحالات معينة يكون الكي ام يساوي تركيز السبستريت وبالتالي يعطيك نصف السرعة العظمى. اوكي طبعا هاي كلها مخذية بالام جي دي. السي هو تركيز الدراج، اكثر كلينيكال ساتشويشن الدراج تركيز الدراج يكون اقل من تركيز الكي ام، اوكي يعني يكون تركيز الدراج اقل من تركيز السبستريت اللازمة يعطيها نصف السرعة العظمى اللي هي الكي ام. من يصير اقل من عندي؟ كأنما هذا السي موجود بالمقام نهملها او تروح بعد الطير، اوكي فيبقى هذا القانون الاخير. من خلال هذا القانون استنتج يعني من خلال هاي العلاقه الاخيره استنتج انه الريت اوف ذا ميتابوليزم يتناسب طرديا مع تركيز الكونستريشن مانجمنت مال دراج. هسه فيرست اوردر كاينتيك شنو سالفته؟ عندي ادويه معينه
تتسرع عن طريق انزيمات تهضم معادلة ميكاليس منتن. هاي المعادلة قبالنا كي ام عرفنا ثلاثة ميكاليس تركيز التبسطي حطيتك يعطيك نصف سرعة العظمة، والسي تركيز الدواء. أكثر حالات الكلينيكال يكون تركيز الكونستريشن مال الدرج أقل من الكي ام، فبالتالي المعادلة راح تكون هيجي. فبالتالي معدل الميتابوليزم يتناسب طرديا مع الترك مع الكونستريشن اوف دراج. هاي هي الفيرست اوردر كاينتيك. الكاينتيك او الميتابوليزم الثانيه من هي اللي هي زيرو اوردر كاينتيك. الزيرو اوردر ادويه معينه، ادويه قليله مثل اسبرين، الفينتوين، كذلك الايثانول يكون في التركيز مالتها اكثر من الكي ام، فبالتالي كوليشن شوف حط منطي كروس على الكي ام، بالتالي راح تبقى بس السي، بالتالي السي وي السي راح تروح يبقى بس الفي ماكس. عند الريت اوف ذا ميتابوليزم يسوي لك الفي ماكس سرعه العظمه. بهاي الحاله الانزيم يكون مشبع، الريت اوف ذا ميتابوليزم يكون ثابت. ليش؟ مو يسوي سرعه العظمه، هي الريت اوف ذا ميتابوليزم يسوي سرعه العظمه. اوكي، ما يسمك على الكونستريشن. الكونستريشن بعد راحت طيرناها. وكذلك عندي كميه ثابته من الدراج راح تتايض لكل وحده من الوقت، هي زيرو اوردر كاينتيك. اوكي، زيرو اوردر كاينتيك ادويه قليله مثل اسبرين، فينوتوين، ايثانول، تركيز يكون على من الكيم. الكيم شو نسوي لها؟ نطيرها. بقت السي ويا السي ما تتروح، فعندي الريت اوف ميتابوليزم اللي هي الفي سوي الفي ماكس. من خلال هاي المعادله يكون انزيم شي بي مشبع، معدل الميتابوليزم يكون ثابت، ما يعتمد على الكونستريشن اوف ذا دراج، وكميه ثابته من الدواء راح تتايض لكل وحده من الوقت. اوكي، هذه الزيرو اوردر كاينتيك. الميتابوليزم مثل ما اخذنا بالدراج ميتابوليزم بالاس 2، انه ميتابوليزم بي فيز 1 كذلك فيز 2، ومن خلالها يتحول الدواء الى شكل معين. هسه نعرف شنو هو. قلت متى هنا بايو ترانسفورميشن، التحول الشكلي كان بيكاترايز اندو تو فيز، فيز 1 فيز 2. فيز 1 موديفيكيشن اوف ذا دراج مولكيول باي اوكسيديشن. بالفيز 1 شي يصير للدراج؟ يصير بي اوكسيديشن تاكسد، ريدكشن اختزال، هيدروليسيس تحلل. عندي ادويه معينه يصير بي اوكسيديشن، اذا ما صار بي اوكسيديشن يصير بها ريدكشن، اذا ما صار بها ريدكشن يصير بها هيدروليسيس. اوكي زين، مكان عندي الميكروسومال ميتابوليزم اللي هي لان الانزيمات اللاعب الرئيسي بالفيز 1 ميتابوليزم مال دراج. من هو؟ سيتوكروم بي 450 انزيم. زين، شنو الميكروسومال ميتابوليزم او شنو هي الميكروسوم؟ الميكروسوم من نجي الخلايا الكبد يم الشبكه الاندوبلازميه الرقيقه او الناعمه، سموث اندوبلازميك ريتيكولم. اكو مثل فيسيكل مثل حويصله اليمها يسموها بالمايكروسومال، يسموها بالمايكروسومال. المايكروسومال ميتابوليزم بيه تحتوي على كم هائل من الانزيمات. اوكي، اهم مجموعه من الانزيمات من هي سيتوكروم بي 450 انزيم. هاي سيتوكروم بي 450 انزيم تحتوي على 50 نوع من الانزيمات. اوكي، هاي الانزيمات وين موجوده؟ بالاندوبلازميك ريتيكولم مال الليفر، اللانج، والجياتي سيل. احنا كلنا نعرف انه المكان الليفر، عفوا الليفر يكون المكان الرئيسي يصير بي دراج ميتابوليزم، لكن مو معناته انه المكان الرئيسي انه بس هو ذا المكان يصير بي ميتابوليزم، لا، عندي اماكن اخرى، قد يكون اللانج، قد يكون الجي اي تي، واماكن اخرى بجسمنا يصير بيها ميتابوليزم مال دراج، ولكن المكان الرئيسي هو الليفر. اوكي، فيها مايكروسوم موجوده بالاندوبلازميك مال الليفر، اللانج، الجي اي تي سيلز. تحتاج الاكشن اوكسجين وكذلك ناد بي اتش. اوكي، تحتاج انه حتى الاناد تشتغل مولكيولر اوكسجين، اوكسجين تريده، لذلك تحتاج الى ناد بي اتش. اوكي، هي النيكوتين ادينين اماد داي فوسفيت. هاي عالم الانزيمات تختلف في الاي سيكونس، يعني في الامينو اسيد سيكونس، كذلك بالسبستريت سبيسيفتي، يعني ارتباطها بسبستريت معين بيوم معين، كذلك بالحساسيه للانديوزر، كذلك الانهبيتر. زين، شنو معناته السبستريت سبيسيفتي؟ معناته انه
احنا ما قلنا انه عندي هاي العاده سيتوكروم بي 450 عندي 50 نوع من الانزيم، هاي 50 نوع مثلا عندك انزيم الاول هاي العاده يشتغل على الدوايين، بس هذا الانزيم الاول ما يشتغل على الادويه الاخرى، اوكي؟ هو هيك معناته هيك يعني هاي السبستريت سبيسيفيتي. سنسيفيتي حساسيه للانديوزر والانهبيتر راح ناخذها بعد شويه اللي هذا الجدول، تمام؟ هسه عندي فيزيو ميتابوليزم يصير بالدواء شنو؟ اوكسيديشن تاكسد اختزال تحلل. عندي مايكروسومال ميتابوليزم عرفنا وين مكان المايكروسومال، عم عاله بالانزيمات كنا عايبيه هواي انزيمات هم عاله منه سيتوكروم بي 450 انزيم وين موجوده؟ هاي المايكروس موجوده بالليفر لانج جي اي تي تحتاج الشغله شنو؟ اوكسجين ناد بي اتش. الاكسديشن كومبرايز ها الاكسديشن تاكسد راح يشمل لي شنو؟ يشمل لك هيدرو الهيدروكس الهيدروكسيليشن كذلك دي الكيليشن دي الكيليشن هيدروكسيليشن يعني شلون كنا نضيف جزيئه ماء نسوي ووتر سوليبل، اوكي؟ يعني قلنا الميتابوليزم شنو الغرض عندي يحول جزيئه ووتر سوليبل، فالاكسديشن شي يسوي هيدروكسيليشن يسوي ووتر سوليبل كذلك دي الكيليشن دي الكلاي ليشن يوخر البيئة القاعدية مالته. هاي على الانزيمات يعني قلنا 50 نوع تختلف بالتسلسل الأحماض الأمينية مالتها تختلف بقابلية ارتباطها بأدوية معينة مثلا عندي قلنا انزيم يرتبط مع دواء فلان نفس الانزيم يرتبط مع الدواء هذا الآخر. حساسيتها للانديوزر الانديوزر يزيد نشاطه وكذلك الانهبيتر يثبط نشاطها. Example of the inducer and inhibitor. قبل لا ادخل بالموضوع اذكركم بالام جي دي اخذنا انه عندي فد شيء يزود لك من ال... او اخذنا انه بالانزيم عندي اكتيف سايت، اوكي؟ مكان يربط بسبستريت وبالتالي يصير بشغل، وعندي ايضا انزيمات اخرى يعني بي سايت مجاور للاكتيف سايت، اوكي؟ واخذنا انه انهبيتر الانهبيترات بها نوعا الريفيرزبل اللي هو يرتبط بالاكتيف سايت ويسوي الانهبيشن بعد يعني الريفيرزبل غير عكسي. وعندي النوع الثاني الريفيرزبل يكون كومبتيتيف ونون كومبتيتيف، اوكي؟ الكومبتيتيف يرتبط وين؟ بالبايندينج بالاكتيف سايت، اوكي؟ والنون كومبتيتيف يرتبط مكان مجاور للاكتيف سايت، اوكي؟ هسه ندخل بالموضوع. انزيم انديوزر يعني شنو؟ فتشي يزود نشاط الانزيم، فتشي يزود الميتابوليزم مال الانزيم، فتشي يزود النشاط مالته، يسرع نشاطه بتاريخ يعني يسرع نشاط عفوا يسرع نشاط الميتابوليزم مال دراج. منو ناخذ الامثله معينه اللي هو الانزيم انديوزر، اخذت مثلا الكاربا مازبين وعن وارفرين. هذا الكاربا مازبين من تاخذه راح يزيد نشاط الانزيم اللي راح يشتغل على الوارفرين، اوكي؟ فبالتالي الوارفرين حيصير له ميتابوليزم سريع. مثلا نقول الوارفرين حباية الوحدة قد ما تبقى بجسمنا تكون مفروض تبقى مثلا 12 ساعة. طبعا الوارفرين دواء كلش يعني دقيق، لازم ندقق بالكمية اللي نعطيها للمريض، اوكي؟ لانه زيادته سبب لي مشاكل. زين انا من انطيته هذا ويا الدواء الثاني والكاربامازبين هذا شنو حيزي يسرع نشاط يسرع الميتابوليزم مال الوارفرين. واذا تسرع الميتابوليزم مال الوارفرين معناته اذا مو كان المفروض يبقى بجسمي 12 ساعة راح يبقى مثلا بس 5 ساعات وراح تأثيره. او هكذا الحكايه على الوافرين انه هاي الفكره تنطبق على بقيه الامثله اللي هي الفينو الباربيتال مع الفينوتوين كذلك الرفامبسين مع الايبوبروفين والسيجريت مع السيلوكوكسيب. الانهبيتر شنو الانهبيتر؟ يوقف نشاط الانزيم، يعني الانزيم يخلي الانزيم ما يسوي ميتابوليزم للدواء، بالتالي نسبة الدواء راح تزيد بجسمي يعني تبقى تصير توكسيك. زين مثال عليها انزيم انهبيتر مثلا اخذنا الوارفرين، اخذنا الوارفرين قلنا انه لازم يبقى بجسمي 12 ساعة ويروح الحالة الطبيعية،
خذت ويا دواء ثاني سوالين هبشين للانزيم اللي راح يسوي ميتابوليزم للوارفرين، من هو اللي هو السيميتيدين. هذا الدواء سوى لك هبشين هذا الانزيم، بالتالي الوارفرين راح يبقى بجسمي، يبقى يشتغل يعني يزيد يزيد كميته بجسمي. يعني مثلا يقول انه هذا من 100% الكمية الآمنة بجسمي قد 20% و80% لازم كده تطلع خارج جسمي. زين من نسوي انهبيشن للإنزيم قد حصل الكمية المتوفرة بجسمي تصير 80% هي متوفرة بجسمك، فبالتالي يصير توكسيك الجسمي. وهي اللي حكيتها ستنطبق على حالة يعني السيميتيدين مع الدايزمام، كذلك السبيرانولاكتون مع الدايجوكسين. الصنف الثاني يعني سبعدنا احنا بالفيز 1، لكن السير ميتابوليزم مو بالخلايا موجود، ما يعني الخلايا ما موجود بها مايكروسومال، هاي مايكروسوم هنا المايكروسومال ميتابوليزم ايش راح يصير بها؟ يصير بها هايدروليسيس تحلل، يعني مو تحلل انهم يضيف لجزيئه ما تحتسب ووتر سوليبل اديشن اوف ذا ووتر سوليبل ذا سبسيكوينت باند بريكج، يعني من ضف جزيئه ما حصير انكسار بعصره معينه مثل الاميدايزز كذلك الاسترايسز انزيمات هذني يسوون هذا اني هاي يعني انزيمات الاميدايزز وكذلك انزيمات الاسترايسز حيسوون هايدروليز حيسوون الدراج سوليبل ووتر سوليبل. جينيتك بوليمورفيزم انه التاثيرات الوراثيه راح تاثر على شغل الانزيم. مثلا نعطي مثال انه نقول اجى انسان ولد انسان عند ديفكت مثلا بالدواء اللي يشتغل على الوارفرين او مو على الوارفرين، دواء اخر يعني الوارفرين هم كان مايكروسومال، وهاي ما اريد نعطي مثال عليه، اجى دواء معين يصير يعني نون مايكروسومال ميتابوليزم يعني يصير بهايدروليسيس، فهذا الانزيم اللي يشتغل على الدواء شنو بيديفكت، يعني اما تكون كميته قليله او اصلا ما موجود بجسم الانسان. زين ايش راح ياثر؟ او تكون كميته عاليه، اذا قليله كميته حتكون نسبه التوافر للدواء قد عاليه بجسمنا، طبيعيه يعني طبيعي ما حصير شيء بالانسان، عاليه حصير متوازن سريع للدواء. زين اذا ولد الانسان ما له انزيم، ما بي هذا الانزيم يشتغل دواء معين، فبالتالي بالتالي انه عندي يعني الدواء راح يبقى بجسمي، واحيانا اضطر يعني اذا بقى كل اداة ترى يعني امثلة حتتوضح الفكرة، واذا بقى بجسمي يجوز اضطر اسوي له غسيل كلى يعني، وبالتالي اطلع الدواء من جسمه. يعني هو ايضا قبل يعني احس بتسمم، يتسمم المريض يوقع يتخربط قبل ينقله للمستشفى. المونو امين اوكسيدايزز هاي صنف من الانزيمات، خلينا نعرف شنو شغله. ما اسلك ميتابوليزم للاندوجين الاندوجينيوس امين نيوروترانسميتر، شنو هاي؟ ليش يحكي هذا؟ يقول لك هاي صنف الانزيمات، احنا مو نعرف انه الميتوكوندريا تتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. هذا الانزيمات وين تتكون؟ تتكون بالطبقه الخارجيه من الميتوكوندريا. زين ليش يسوي ميتابوليزم للنيوروترانسميتر؟ عندي انواع من النيوروترانسميتر مثل النورادرينالين ادرينالين سيروتونين دوبامين، هذني من يخلص شغلهن بالدماغ قبل يجي هذا الانزيم يوخرهن، بعد خلص شغلهن قبل هذا الانزيم يوخرهن. اوكي كذلك يسوي شغله ثانيه الميتابوليزم هاي العناصر الداخليه اندوجينوس بالاعصاب، وعناصر خارجي مثل التيرامين. التيرامين شنو سالفته؟ هذا عباره عن حمض امين امينو اسيد، هذا ينظم يعني يلعب دور مهم، يلعب له علاقة أو له تأثير وين؟ في ضغط الدم. تايرامين احتمال يزيد لي ضغط الدم، أوكي؟ فمن راح يزيد ضغط الدم؟ هذا ما راح يفيدني، يعني هو مثلاً هو عندي مريض هايبرتنشن، واحد مريض عنده ضغط، وأنا أبقى هذا التايرامين بالتالي ما تزود ضغطه، لا مستحيل. فأعطي دواء اللي هو المونوامين أوكسيدايزز، بالتالي راح يسوي ميتابوليزم للتايرامين تقل كميته، يعني بالتالي ما حيزود لي ضغط الدم. اوكي الكحول ميتابوليزم ما تلا يعني الكحول ميتابوليزم راح يعني صنف من اصناف النون مايكروسومال ميتابوليزم. اوكي
الكحة الميتابوليزم احنا ماخذيها العام بالميتابوليزم، فاذا تحبون راجعوها. اوكي، بالسيشن السادس. الفيز الثاني الميتابوليزم هي الكونجيكيشن اللي مع الاندوجينيوس كومباوند. اوكي، يعني يقترن اقترانه مع مركبات اخرى. خلص الفيز 1 صار له اوكسيديشن، صار له ريدكشن، صار هايدروليسيس، هسه وين حيروح؟ يصير له يقترن مع مركبات، مثل ما قد يعني قد يقترن مع ال شو اسمه، مع الجلوكيرونايد، هي عمليه الجلوكيرونيديشن، مثل ياد مثل الكلورامفينيكول، كذلك المورفين يقترن مع الجلوكيرونايد اسيد، كذلك قد يكون تقترن مع الاسيتايل مع عمليه الاستيليشن الايزونايزد، كذلك السولفيناميد، او قد تقترن مع جلوتاثيون مثل اسيتامينوفين. اوكي، خلصنا الصنف الثالث عمليه الفارماكوكاينتيك. اخر صنف بالفارماكوكاينتيك ونخلص الفارماكوكاينتيك، يعني خلص عمليه الفارماكوكاينتيك بشكل كامل، اللي هي الاليمينيشن. صار الادراك ابسوربشن، سوالك الديستريبيوشن، اشتغل على جسمك، خلص شغله، اتخلص عنده، صار له ميتابوليزم، صار واتر سوليوبل. اذا واتر سوليوبل على جسمك مين يمتصه؟ وين يروح؟ اما للكدني، يطلع خارج جسمك ويا اليورين، او يروح عن بالليفر، ينزل عن طريق البلادر، الجول بلادر. اوكي، عن طريق المرارة ينزل للجي اي تي ويخرج مع الاستول. اوكي، الإليمينيشن يعني عملية اللي يخرج بها الدواء خارج جسمه يسموها الإليمينيشن. الإليمينيشن هي إزالة الدواء من الجسم عن طريق عدد من العمليات، مثل التحويل إلى إنكتيف كومباوند. مثل إحنا أصناف إنه أنواع الدواء قد يكون أكتيف تحول إنكتيف، أو إنكتيف إلى أكتيف، أو أكتيف قد أكتيف، أو أكتيف يصير توكسيك. فنوع من الأصناف قد يكون يخرج جسمك أكتيف، بالنهاية يتحول إنكتيف يطلع خارج جسمي. وشون اما يصير يعني يخرج عن طريق الرينال، عن طريق الكلية، يخرج عن طريق اليورين، او طرق اخرى ايضا عن طريق السكين، عن طريق التعرق، او وين النفس يطلع، وي السيوات يطلع، يعني يعني ديورينج شو اسمه خلال الزفير. الكلينيكال ريليفنت، الفائدة الكلينيكال مالته، نوت اول دراج Not all drugs will be therapeutically inactive after elimination, as some drugs such as proton pump inhibitor, aspirin, are therapeutically active for a while after removal by elimination. يقول لك مو كل الأدوية راح تصير بها حالة inactivation بعد ما نصير elimination. أوكي، يعني مو كل الأدوية تصير بها يعني بخلال حالة elimination تطلع خارج جسمك هي حالة inactive. لا، أكو أدوية معينة مثل الأسبرين اللي هو بروتون بامب انهيبيتر يبقى أكتيف لفترة معينة after removal عن طريق الإليمينيشن. تمام؟ أوكي، إن شاء الله واضحة. نعيد، الإليمينيشن هو خروج الدواء خارج جسمي عن طريق طرق معينة، أما عن طريق اليورين، عن طريق اللان، عن طريق السكين، يعني عن طريق السويت. والإليمينيشن هتحول إلى ترانسفورميشن إلى أكتيف كومباوند. لو سمحتنا قبل شوية قلنا مو كل الأدوية تصير بها ثيرابيوتيكال، يعني تكون إنكتيف بعد الإليمينيشن. بعض الأدوية قد تكون يعني مثل البروتون باب إنهيبيتور، مثل الأسبرين، أكتيف، تبقى أكتيف فترة معينة بعد ما يصير بها رموفال عن طريق الإليمينيشن. الإليمينيشن عندي الهالف تايم، شنو هو عمر النصف؟ عمر النصف يوصف عن هو الوقت المطلوب، الوقت اللازم للتقليل تركيز الدواء بالبلازما الى 50% من كميته الاصليه. اوكي، يعني مثلا اقول لك اطيق دواء معين، اطيق جرعه مثلا 100 ملغ من اي دواء، مثلا اعطيني مثال باراسيتامول، طيت للمريض معين باراسيتامول قد 100 ملغ، وانت مثلا نفرض انه عمر نصف مال الباراسيتامول ايش قد 3 ساعات، يعني نقول بعد مرور 3 ساعات البقى من الباراسيتول ايش قد جسمه 50 ملغرام، 50 ملغرام الاخرى طلعت الى الخارج. اوكي، فعمر النصف
وكذلك بعد مرور 3 ساعات اخرى راح يصير 25 ملغ، بعد مرور 3 ساعات اخرى راح يصير 12.5، وراها 6.25، وهكذا تبقى شوي شوي يقل، كل 3 ساعات يقل نصف نصف نصف. الهالف تايم عمر النصف هو الوقت المطلوب تقليل تركيز الدواء بالبلازما الى 50 من قيمته الاصلية. قانونه تي نصف يساوي لي 0.693 او تقربها يساوينا 0.7 في فوليوم اوف ديستريبيوشن على الكليرانس. الكليرانس ناخذها بالاستعدادات الجايه. يقول لك هذا عمر النصف يتاثر عن بالفوليوم اوف ديستريبيوشن وايضا بالكليرانس. اوكي، لتبسيط الحسابات نقرب ال 0.693 الى 0.7. اوكي، الكليرانس هاي قبل شوي قلتها لكم. كليرانس يمكن تعرف هو يعني كليرانس يعني اوف ميديكيشن فروم اسمك سيركوليشن ميجرد باي فوليوم ات تايم، يعني ازاله، يعني شلون كان ما تجي للدم يقول هذا مثلا الدم كليرانس من دراج معين، يعني شنو الدراج مو موجود بجسمي بعد ما موجود بالدم. اوكي، هو يعرف كليرانس اوف ميديكيشن فروم the systemic circulation measured by volume يقاس بوحدة الحجم لتر على منت. اوكي، ليش هو هذا مهم كلينيكال؟ ليش الكليرانس شنو يفيدني بالكلينيكال؟ قيمة الكليرانس هي ثابتة. The clearance value is constant over range of the concentration encountered in term of the clinical setting. لك هاي الكليرانس هي ثابتة على نطاق من تراكيز الأدوية حاجات السريرية، يعني هي كونستانت على نطاق معين من التراكيز. اوكي، كذلك الميتابولايزنج انزيم اند ترانسبورتر ار انساتوريتد سو ذا ريت اوف ذا اليمينيشن ويل فولو فيرست اوردر كاينتيك. يقول لك هاي الانزيمات والترانسبورتر ايش بيها؟ يكون غير مشبعه انساتوريتد، ذاك الريت اوف ذا اليمينيشن راح يتبع منه يتبع لي الفيرست اوردر كاينتيك. اوكي، فيرست اوردر كاينتيك اللي هو هذا حكينا قبل شويه، يتبع هاي السالفه، يعني الانزيمات حتتبع ميكلس منتن. عرفنا ان التركيز السبستاتيك هو بأقل من الكي ام، وتكون هاي القائمة الاخير. هسه كليرانس اللي هو كليرانس اوف ذا ميديكيشن فروم ذا سيستميك سيركوليشن يقاس بوحدة الفوليوم على التايم، هو يبقى ثابت على نطاق معين من تراكيز حالة السريرية. وهاي الانزيمات مال ميتابولايزنج انزيم وايضا الترانسبورتر تكون ان ساتوريتد، ذلك الريت مال الاليمينيشن حيتبع هاي حتى شنو حتى يسوي ساتوريشن المن للانزيمات يتبع يا كاينتيك الفيرست اوردر كاينتيك. اذا يقول لك هاي حالات كلينيكال تنتج خلال الهالف لايف مال دراج. اوكي، تاثر على الهالف لايف زيده او شنو تقلله. يقول لك الايجينج العمر، على مرور الوقت كل ما نكبر كل ما كتله العضليه جسمنا شنو تقل، بالتالي الديستريبيوشن مال الدراج راح يقل. اوكي، بالتالي الهالف لايف مال الدراج شبي راح يقل. السمنه كل ما نسمن كل ما الاديبوس تشو الكتله مال تشن تزداد، بالتالي الديستريبيوشن مال الدراج يزداد، بالتالي هالف تايم مال الدراج شنو يزداد. الباثولوجيك فلويد، الفلويد السوائل تتكون مثلا الباس تتكون نتيجه الباثولوجيكال، شبيه راح تزيدك الديستريبيوشن، ليش؟ هي ساحه تكون سوائل، بالتالي يزيدك نسبه السوائل بجسمك، بالتالي هالف تايم شنو راح يزيد. هاي التاثير على الفوليوم اوف ديستريبيوشن. اوكي، عرفنا شنو الفوليوم ديستريبيوشن ويا الهالف تايم، تاثير الهالف تايم. هسه نعرف تاثير الكليرنس على يعني اشياء راح تاثر على الكليرنس، بالتالي راح تاثر على هالف لايف. شنو هاي؟ سيتوكروم بي 450 اندكشن، يعني اذا زودنا النشاط مال سيتوكروم بي 450، زودنا الميتابوليزم مالته، بالتالي احنا عرفنا هالف لايف مال هذا حيقل. مثلا اذا دواء هالف لايف مالته 6 ساعات، الميتابوليزم يكون طبيعي،
بالتالي الطد واخر زود لك الميتابوليزم ما سيتكم ب 150، بالتالي شنو يكون عمر النصف مال الدراج بدل ما كان 6 ساعات حيصير ساعتين، بالتالي عمر النصف مالته شنو راح يقل. وبالعكس اذا سويت لك انهب، اذا سوينا انهبيشن سيتكم ب 150 ميتابوليزم مال الدراج راح يقل، بالتالي هالف لايف ايش بي يزداد. هذا الفشل القلب يكون الكليرنس يعني زادت الدم من جسمهم قليل. ليش 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 قليل؟ فكروا بيها ليش قليل؟ لأنه الدم حيكون قليل، الدم اللي يضخ القلب قليل، بالتالي يعني يعني الدم الواصل للكبد قليل. أوكي، فبعد الميتابوليزم راح يقل. ليش؟ إنه الكبد الميجر المكان الرئيسي لسبب الميتابوليزم للدراج، بس مو الوحيد، هم عندي ميتابوليزم يصير البقية، بس الدم الواصل لبقية الأعضاء مثلا نقول الجلد اللان الجايتي الكبد، لأن أماكن يصير بيها دراج ميتابوليزم يكون قليل، بالتالي عمر النصف مال الدراج حيبقى عالي. الهيباتيك فيلر، الهيباتيك هو أبو العيشة، أبو العيشة مال الدراج. واحد يغل نحجيش حتى نحفظ شون. هل الفشل الليفر عندهم الإنزيمات ما تشتغل عادي؟ يعني مثلا نقول هذا اللي يصير عنده فشل بالكبد شبي جوج ينضرب السيستم مال سيتوكروم بي 450، بالتالي هذا الانزيمات يسوون ميتابوليزم للدراج ما يشتغله، بالتالي ازاله الدم من الجسم الكليرنس راح تقل، بالتالي عمر النصف راح يزداد. الرينال فيلر ابسط شيء، الرينال هم ما كان يصير بي ميتابوليزم، اعتقد اي مكان اعتقد يعني يصير بي ميتابوليزم، فبالتالي ويعني الرينال يعني هو من خلاله يخرج الدم، يعني نقول ما صار بي ميتابوليزم، اجى الدم يعني جال الدراج جاز هذا بالميتابوليزم، بس يصير بإليمنيشن يخرج خارج الجسم، وين عن طريق اليورين يعني من الكلية يخرج عن طريق اليورين عن النفرون، بالتالي واحد البلادر على اليورثرا يطلع عن طريق اليورين. زين، إذا هي الكلية بيها فشل كلوي، الكلية ما تقدر تشتغل عدل، الكلية بعد ما طلع لك يورين خارج جسمك ما تعرف، ما تقدر تصفي يوريا، صفي اليوريا ما تقدر تكونك يورين، بالتالي الدم العفو الدواء راح يتراكم جسمي، بالتالي الكليرنس حتقل، بالتالي الهالف لايف راح يزداد. نشرح شنو الستدي ستيت اوكي، ونفتهم شنو سالفتها، وبقانا ستدي ستيت واللودينج والمينتنس ونخلص هالليكتشر. ستدي ستيت تريج وان ريترين يسوون الريت اوت، وتعتمد على الهالف لايف اوف ذا دراج، وهي مستقل عن نمبر اوف ادمنستريشن والموت كميه الدواء، واسيومينج ذا دراج فولوز ذا فيرست اوردر امينيشن وهالف لايف حتى الريت. ها شوف هسه انا ما واضحه او اقدر اوضحها، شوف خلي اشوف تتوضح ان شاء الله. ستدي ستيت شوف احنا عندي بالاليمينيشن بزالة الدواء بجسمي، عندي طريقتين شلون بالميتابوليزم مال، قلنا عندي فيرست اوردر كاينتيك وعندي زيرو اوردر كاينتيك. انا ايش عندي؟ عندي فيرست اوردر اليمينيشن، هو ما شرحها لكم بس انا حشرحها، لانه ما اذا بس اقول لكم فيرست اوردر اليمينيشن الصفنون ما تنحفظ ببالكم، فاني لازم اشرحها حتى تنحفظ ببالكم. اوكي يعني متعود انه تنفهم ويومين الفهم وتبقى ببالك بعد ما تنساها ان شاء الله. الفيرست اوردر اليمينيشن عندي شنو؟ عندي زيرو اوردر اليمينيشن. الفيرست اوردر اليمينيشن هي عباره عن ريشيو، شنو الريشيو؟ مثلا نقول انه انا الدواء بجسمك لازم شبي، لازم تصير كميته بجسمي مثلا 300 ملي غرام حتى شبي، حتى يشتغل، حتى يبقى يشتغل، يعني يوصل اكثر قدره بالشغل مونتاج قد 300 ملغرام، لازم يكون مستوى الدراج بجسمي. زين، انت طيت كورس علاجي للمريض، كورس علاجي يعني كتبت له بالورقه مالتك انه يعني كتبت له الدراج ايش قد 100، اوكي 100 100 ملغرام، بعد ما وصل الى 300 ملغرام. فبالبداية ايه في البداية بالمية، خلي ارسم عليكم حتى يتوضح اكثر، ما راح يتوضح.
تمام. انا ايش عندي؟ اخذ بنظر الاعتبار اللي قلنا، خليني اشرح البقيه حتى تربطون وياي، انه تعتمد على هالف تايم ماي دراج. هسه نعرف بعد شوي من راح ارسم لكم نعرف شلون تعتمد على الهالف تايم، وهي مستقله عن العدد قد يعني قد تاخذ ادويه، وايضا بالجرعه، وايضا افتراض انه هذا دراج يروح بالفيرست اوردر اليمينيشن. هسه انا ليش انه ليش ستدي ستيت ليش تكونت بالفيرست اوردر اليمينيشن؟ اوكي. وكذلك احنا كم بالزيرو ما تتكون، بس هنعرف شلون. وهاي يعني تاخذ 4 الهالف لايف، يعني بعد مرور 5 مرات ناخذ الدول يعني تصير حاله الستدي ستيت. هذا ناخذ عين اعتبار التايم، كذلك البلازما دراج اللي يعني بلازما كونستريشن ماي دراج. اوكي اوكي. نقول انه هذا التركيز ال 300. اوكي، وانت قد اعطيته طانا 100 بالبدايه، هنا انا التايم هذا 1 2 3، لحظه هاي 4 هاي 5. انا لازم شنو؟ لازم بالخمسة يوصل لحالة الستيدي ستيت. اوكي، اعطيناه دراج. نحاول نوضحها لكم. يعني شوي راح ارسم رسم مختلف له، بس انا اريد افهمكم. اوكي، بس انتوا بالرسم اعتمدوا على هذا، بس انا حتى اريد افهمها لكم. نقول اعطيناه 100، بعد اول هالف تايف نقول هالف تايف مال الدواء هذا قد 5 ساعات، اعطيناه 100 زاد تركيزه وصل للمية، يعني هو نقول 100، لحظة شوي ما واضحة، خلي ازود على المية. اي اعطيناه 100، بعد مرور اول هالف تايف قد نقول طلع خارج جسمك فد 50. اوكي، طلع 50. اذا انت لحد الان وصلت لهنا، اذا المريض اخذ دواء شبيه، راح يرجع يزيد تركيزه ويزيد محات وصوله للستدي ستيت، بس اذا نسى تركيز الدواء بجسمه راح يقل، بالتالي ما راح يتعالج بصوره صحيحه. انت تلاحظ هذا الدواء المريض من حياتنا، شوف انسان ملتزم بدواء بمواقيت مالته تكون شنو سرعه علاجه سريعه، اما نشوف انسان يوم ها ينسى الدواء مالته. اوكي، ما ياخذ اليوم، ياخذه بعد يومين اسبوع ينسى، بالتالي علاجه حيكون بطيء. نقول هسه هاي قد صار تركيزه هنا 50، نقول اوكي صار 50، طيته 100 بعد وحده قد يعني 150 صعد، نزل من 150 نوصل قد 75. اوكي 175، ايش قد نوصل 175؟ 175 8، يعني اعتقد ايه 87.5. اوكي 87.5 تركيزها، عفوا 87.5 يعني نص 175. اوكي اعطيته 100 يعني 87.5 ايش قد؟ 187.5. بعد مهم الارقام، يعني عندكم انتم تسوون الارقام اليومكم بعد. اوكي هاي 87.5 نزلت للنص مالتها. اوكي فنقول باليوم الخامس وصلت ايش قد؟ 300، يعني وصلت لحظة شوي عالي على 300، اي وصلت 300. من وصلت 300 اذا استمر هنا 300 قد نص مال 300، مثلا نقول ها العفو 300 يطلع منها، يعني ينطرح منها 100 بعد. اوكي ننطرح منها 100 ايش قد؟ 200 بقى. تتوقع تاخذ 100 كل ساعة تاخذ 100 بعد، فبالتالي يبقى تركيز الادراك بجسمك ايش قد؟ 300. هذا من بقى 300 التركيز الادراك بجسمي راح يكون مهم في علاج المرض. اوكي يعني من يصير تركيزه ثابت 300 ملغرام بجسمي
يكون يعني تركيزه راح يفيد بالعلاج. نقول 300 نزل القل راح يرجع نفسه بعد، وخلال مرور الوقت مرور حيبقى نفس هاي حاله الاستدي. الاستدي شنو سالفه الاستدي؟ هاي الاستدي هيك يصير يعني هاي منه هنا والله هاي تخيلوا بعد هاي الدوز يستمر هالف تايم يستمر مثلا 20 مره حسب قد تعالج، لو بعده مين تعالج وبعد حيروح من يستخدمه. فهاي الاستدي هاي اللون الوردي هاي الاستدي صايره بالنص هي مو استدي ستيت. الفوق هنا انا يسموها بالبيك هنا التراف، اثنين هن يسموهن بالثيرابيوتيك رينج. اوكي هاي نرجع نفس المخطط، ما راح اسوي شيء، نفس المخطط انا هسه حكيته. شنو هو؟ اعطيته 150 طلع 50 اوكي، بعد 175 طلع 75، بعد 180 88، بعد 194 94، بعد 197 97. الان وصل ايش قد؟ باعوا 200. اللي انا اريد اوصل له اريد يعني يبقى يصير تركيز الدراج بجسمي 200 حتى يشتغل. اوكي بعد مرور جد 5 هالف تايم نحسب 1 2 3 4 5 الان صار تركيزه 200 جسمي. اوكي اوكي الوقت يعني نقول فد مر دراج نحسب هال 10 يعني بعد مرور 20 ساعة يعني بعد مرور يوم لان وصل تركيز الأريدة بالتالي قام يشتغل زين. هنا هاي شنو يفيد بالكلينيكال أو يفيدك بالعلاج؟ مثلا إذا أنا أريده الدواء بسرعة يشتغل يعني ما يد بعد مرور 5 أيام لان يشتغل يبدي يشتغل زين، أو بعد مرور مثلا فد يومين يوم ونص لان يشتغل، لا إذا يشتغل بسرعة شلون؟ وأنا أعرف مثلا هذا الدواء إذا راد يشتغل بسرعة لازم تركيزه بالدم إيش قد يكون 200 ملي غرام. فأطي شنو؟ أطي أو أقول له يابا يعني مثلا إذا هاي إذا كان طفل مريض فأقول لأمه أقول لها أنتي أول يوم أطي حبايتين يعني كل واحدة 100 ملي غرام، والثاني يوم على حباية حباية. ليش؟ أنا أول يوم حسي قد تركيزه 100 ملي غرام ينطرح قد 100 ملي غرام التالي يرجع 100 يعني يبقى تركيز الدواء ثابت 200 ملي غرام. أوكي فهاي معناتها سيدي ستيت. قلنا هاي هذا شوفان خط بالنص هذا هو المرامز له حاط السي اس اس هاي هي 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 هاي الستدي ستيت مثل معدل بين القمه والقعر بين البيك والتراف. اوكي يسوي لك الريجن ريت ان يعني الدواء الداخل كميته نفس الدواء الخارج ليش يعني هي 100 داخل و100 طالع فمتساويه بعد يبقى تركيز الدراك ثابت 100 ملغ. تعتمد على الهالف تايم عرفنا شلون تعتمد على الهالف تايم وهي مستقله عن يعني independent is independent of the number of the administration a dosing frequency or amount of the dose or assuming that the drug follows the first order وافترض ها first order elimination هي هاي تمام وعندي zero order elimination اللي هي zero order اللي هي سالفتها باختصار هاي كمخطط نفسه بس هناك هنا عندي ratio نسبة انه كل تاكل نسبة معينة الدراج يزداد او يقل. اما هنا انا شنو هنا انا هذا مخطط الدواء هيك يصير يعني مو ثابت يعني مثلا مو هنا انا وهيك ينزل او هنا انا هيك ينزل شنو سالفة هنا انا هنا انا بالزيرو هذول يدخل بشغله شنو الانهبيتر كذلك الانديوزر يعني اذا انت اخذت تعرف انه هذا الدواء راح يصير له بي زيرو اوردر مينيشن اوكي وطيت الدواء الثاني ما تصير بي زيرو اوردر وهاي يعني شنو زيرو اوردر انزيمات معينه يصير لك الزيرو اوردر بالتالي هذني الادويه راح يتنافسن يعني ايش يصير هيك صار له المينيشن وقف ما صار الالمينيشن ما طرح بعدين ليش انه وجه ذاك الدواء الثاني اخذ مكان الاكتيف سايت مال الانزيم بعدين صار بعدين وقف بعدين صار بعدين وقف بعدين صار بعدين وقف بعدين صار اوكي ويش يعني استغرق وقت طويل كلش اللي هذا هو الزيرو دراج اليمينيشن هاي سالفته. اوكي شلون اسيطر عليه؟ لازم اسيطر بكمية الادوية حتى اثبت لحد ما اقدر يعني حد اللي اقدر عليه وما تصير بي ستدي ستيت. اوكي بس لازم تضبطه اكثر لان يعني هذا شوي الادوية
اللي يصير بين هذني اللي هي الزيرو اوردر اليمينيشن ودخلت الدول ثانية، يعني مشكلة انه بعد صعب يطلع. يعني مثلا نقول انه دواء 100 ملغرام، اوكي، وبحالة الزيرو ايش قد راح يطلع لك؟ كل بالساعة الوحدة يقدر يطلع لك، يطلع لك 1 ملغرام، بينما هناك ايش قد كان بالساعة الوحدة؟ يعني 50 ملغرام. هذاك الفيرست اوردر، انا بالزيرو الدواء مال الزيرو بالساعة الوحدة اذا زاحم، يعني اذا طلع دواء ثاني يعني قد بالساعة يطلع 100 ملغرام، يعني بعد مرور 100 ساعة الدواء حيطلع من جسمك، اوكي. فهي الزيرو اوردر اليمينيشن، ناخذ دراج حط اوردر او زيرو اوردر اليمينيشن، هاي سالفته. وعرفنا ستدي ستيت بحالة الفيرست اوردر اليمينيشن، صار ستدي ستيت بعد مرور 4 إلى 5 هالف تايم، عرفنا شنو سالفته. اللودينج دوز والمينتيننج دوز اخر موضوعين باللكتشر، اللي هي اذا من نوصل اللودينج دوز، من نريد نوصل للستدي ستيت، يعني ها احنا مو قلنا انه هاي مال نقول مثلا الام الطفل قلنا اول يوم ناخذ مرتين. اللودينج دوز الخاص من عندها انه وسط الدواء للستدي ستيت، يعني وسط الدواء يكون تركيزه ثابت بجسم الانسان حتى يشتغل بصوره صحيحه، هذا غض من اللودينج دوز، اوكي. يقول لك to reach the steady state it takes about 4 إلى 5 half life، نفس قبل شوي قلناها، اوكي. بالكلينيكال سنينج ويرز نيد ا هاير دوز لودينج دوز، بالكلينيكال عند هذا يعني تريد يعني بسرعه يكون تاثير كلينيكال على المريض، تزود الدوز مالته حتى يوصل، بالتالي بعدين مره لو تزوده تثنين حبايتين وبعدين تقلل لسوي حبايه واحده. لودينج دوز to get effective plasma concentration، اوكي. يعني عرفنا شنو اللي يقول لك effective loading dose on the time required to achieve the minimal effective plasma concentration. ايه يقول لك هنا بالصوره هاي انه الديجوكسين، وعرفنا شنو تاثير الديجوكسين ماخذ السيشنات السابقه بالامار، الهالف تايم مالته 2 day، اوكي. ذاك اللي ياخذون ديجوكسي مثلا نقولهم يابا خذ ديجوكسي 1، 2، 3، 4، 5 وجمعه وسبت تاخذه، ليش؟ انه هالف تايم مالته يوميا، يعني بعد مرور يوميا يقل تركيزه بجسم الانسان. الريتش ستدي ستيت، الريتش ستدي ستيت قد بعد مرور 8 إلى 10 أيام، تمام. شنو قانون اللودينج دوز؟ اللودينج دوز يساوي الفوليوم ديستريبيوشن في الكونسنتريشن اوف ذا دراج ان سي بي، معناته كونسنتريشن اوف ذا دراج ان ذا بلازما، على الاف اللي هي البايو افيلابيلتي. شنو اللودينج دوز؟ اللودينج دوز غرض من اداه وصل الدراج الى حاله الستدي ستيت، وعرفنا قد تاخ حتى شنو من وصل حاله الستدي ستيت، حتى اللودينج دوز حتى يكون الدراج افكتيف وين بالبلازما. اللودينج دوز تو جيت افكتيف بلازما كونسنتريشن، هذا قانون الفي دي في السي بي على اف. مينتيننج دوز، من وصلت اللودينج دوز انت، يعني مثلا انت وصلت اللودينج دوز، مثلا نقول اللودينج دوز انت اذا بدك توصله بصوره سريعه قد طيب دوز 2 200 ملغرام طلع 100، وراها تبقى تطي 100، هاي ال 100 تبقى تطي مثلا مده 5 أيام 6 أيام، تقول مثلا نقول بس اول يوم تطي 2، ليش؟ حتى اللودينج دوز توصل لستدي ستيت، اوكي، ل 200 ملغرام تركيزه. بعدين باليوم الثاني يقول لا اسقي بعد بس حبايه طي، هاي حبايه طي معناتها مينتيننس دوز، هاي معناتها it used to replace the amount of the drug lost by metabolism and excretion so it depends on the clearance، اوكي. هي معناتها انه استبدال كميه الدواء الذي يفقد عن طريق الميتابوليزم، كذلك عن الفراز عن طريق جسمنا، لك هي تعتمد على الكليرنس. كلينسيشن هي الكلينسايزات الدواء من جسمنا، تتبع مبدأ الريتين ريت اوت، نفس الشيء ريتين، يعني اذا طلع لك مين يطلع من قلنا مو يطلع 100 من جسمه بتلقد عوضا 100 اخرى، بتلقد يبقى تركيز الدواء ثابت بجسمي اللي هو 200 ملغرام. هاي صار مثل حرف تي، شيء يسموها بالدوزنج انترفال، الفتره بين كل حبايه واخرى ايضا تعتمد، يعني ايضا ميتنج دوز تعتمد عليه. الميتنج دوز تستخدم لاستبدال كمية الدم الخارجة أو المفقودة عن طريق الميتابوليزم والإكسكريشن، وهي تعتمد عليها من على الكليرنس. It follows the principle of rate in rate out. التي هاي صار هي الدوزنج انترفال. الام دي قانون الميتنج دوز اللي هو الكليرنس
في هاي السي سب اس اس، هاي هي الستيدي ستيت، في هاي تشبه حرف تي اللي هي الدوزنج انترفال فتره بين الجرعات، على الاف البايو افيلابيلتي. شكرا لحسن استماعكم، اتمنى استفادتوا من المحاضره، اتمنى افتهمتوا، اتمنى قدرت اوصل لكم المعلومات. محاضره حلوه، وهي اساسا انه قلنا المحاضرات المتبقيه بالامار، وان شاء الله الفارماكولوجي مال بقيه السيشنات بالكارديو ايضا راح تفيدكم. اذا توايف فهمتوا كانت كذوق على اي دواء بحياتنا طبقوها، يعني حتعرفون شنو الفائده مالتها. اتمنى استفادتوا من المحاضره، اتمنى فهمتوا كل شيء، اي سؤال استفسار انا حاضر بالخدمه ان شاء الله، ما قصروا وياكم. اشوفكم بمحاضره جايه، مع السلامه.